ابوك الاغا الله يرحمه تعيش اتفقت انا وياه انه نجوزها للازرق والاولاد بالنص. يا عمي انا هذا كله ما عم فكر فيه هلا. لك يا ابني انا وجماعتي جبناها من مطرح ما كانت واقعه، ولو تركناها كانت الدياب اكلتها بالليل، والحمد لله طلع الكسر بالركبه وان شاء الله بالطيب. يا عمي عم اقول لك هذا كله ما عم فكر فيه انا هلا. الله يرضى عليك اللي عم تفكر فيه قيمه من راسك. هي الكحيلانه اغلى من عين الزرقاء كلها، واذا جانا منها من الازرق الجدراوي كم بطن فيك ترجع تاخد عين الزرقاء واحسن منها. عمي خاطرك. لوين؟ رايح شوف الرجال، ما بصير اتركهم لحالهم. طيب والفرس؟ عمي انت بتمون، عمل اللي بدك اياه، بس اتركني اعمل اللي بدي اياه. لا حول ولا قوة الا بالله. انا بريت زمتي، الباقي عليكي انتي. طيبي وراح اجوزك لعريس ما شافته فرس. منيح اللي رجعنا بكير، لانه طريق الضيعه بخوف في الليل. بخوف مين؟ انا بستغرب شلون خليل اغا سكن بالسهل البعيده عن الضيعه. اغاي انت ما بتخافي؟ الخوف يا مطيعه بده قلب، وانا قلبي مات من زمان. كلاب هربوا عطيعة، خليني امشي بسرعة يا أغاي. ضربتها على راسها بالبارودة من كتر ما صعوطت وكان اترك. احملها معي يا لطيف. اي ايدي احملها. هربوا الكلاب. اخ 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 اي والله اخ الحمد لله جرح مانو غميق أغاي. اخ ما عرفتوا مين هيك عمل. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، بالله ما عرفتوا مين. اخ اخ اه شوفي اهدي اهدي شو صار. اهدي ما صار شيء، بس من اليوم ورايح لح يصير. جدي اختك نايميه فوق. حاضر. حكم الضربه كانت قويه على راسها والصباح رباح. يلا تعي تعي انا بفتح. لا خدي اختك انا بفتح، هذا شاويشنا ابو علي. يلا امي امي امي. مثل ما امرتي اغاية كل شيء صار جاهز. ايه هنن هيك بدهم. يلا الله معكم. يلا يا رجال يلا توكلوا. We'll be right back.
يمسيك بالخير يا أغا. هاي آخر ولد من بيت رسلان أغا ولاد عمك يلي كانوا شوكة بحلقك وحلقي، رح يتصرف من الرسلانية. ايه رح يتصرف. المخزن والله يحرق لك قلبك يا سعاد مثل ما حرقت لي المخزن. على بيت لغايه يا شباب، على بيت لغايه يا شباب، على بيت لغايه. نعم حرق المخازن وجاي يحرق البيت. انو بيت؟ هذا البيت. شو هالحكي؟ والله الولد طلع فحم. ها شو علي؟ تصرف للنهايه. للنهايه على راسي يا غاية. ألف طلب مثل الطلب. تكيف